أخذت دانتيلا بيدها وقالت: لا تخافي يا صغيرتي، سأكون إلى جوارك. سنستمتع بحمامنا الأسبوعي، فنحن ندخل محملين بالتراب ونخرج منتعشين ومعطرين. فجأة تمتد، عطست صفية واهتزت كراتها المشمشية. سألت دانتيلا بقلق: هل الجميع موجودون؟ أين زمردة؟ أجابت زمردة بصوت ضعيف: أنا هنا. وهي تخرج من تحت مسحوق التنظيف. كان وذارت المصفاة ذات الثقوب واختلطت الأصوات والألوان. الغسالة لما بده كيف تعمل؟ كيف تعمل؟ وبعد اللف والدوخان توقفت الغسالة عن الدوران وانفتح الغسالة.